من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب راح مكسر اي حاجه قدامي. طوالي. وانت لما هتتنرفزي انت كمان هتكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي تعالي تريح. اتفضلي. اقعدي يا ماما هنا. اتفضلي. اتفضلي اهو. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكازوزه لماما. من تحت. ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه. ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. اذا كان صاحبك الشقه نفسها بتقولك مش عايزه. مش كده. وزفت ربنا. اكيد تعبتي مش كده؟ ايه ده يا بنتي؟ مش تقولي انك ساكنه في البرج. وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. امال امال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت اوضه النوم بكره واحنا هنكمل الباقي. بكره؟ ودي شقه دي تديك فيها 60 جنيه؟ اوعى تقولي الكلام ده لاحمد الحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها؟ وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ عن اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقوله رايحه فين؟ اصل تاكسي. استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه. قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. هتتعشي معانا بكره؟ انا ماشي معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتي كمان. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي. ده سيني. مش لما ده في روحي الاول؟ اخفى عليك. خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذة كده. وانت لسه شفتي حاجة؟ عيد فايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشة ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمة ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت. ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبة ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جنان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطروش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني؟ هو الجواز كمان حطوه على درجات؟
ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف في ايه؟ يا حبيبتي، أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من أخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت، يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعا. صاحب الشقة دي؟ ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت؟ من النهاردة، وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مقدره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوف قله الحياة. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت، وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما، انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين، ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم، انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من داري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوة؟ لا يا ماما، متشكر. يا ما رجعتش. ما عندناش لا بن ولا مية. بتتكلم. حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا أست هانم؟ أصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمة. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقة دي بستين جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. أحمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. أحمد مين؟ أحمد جوزي. وستك متجوزة؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم، اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنهوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، ما تكسفنيش، ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. اصبح على خير. وانت من قلبي. قام الحق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسالم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ دمنهوري مين؟ ضرر اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في السطح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم، على مطبخ البدرون، على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متأجر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري. الناس لبعضيها،
النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت، جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا المتهم الواقف أمامكم، إن هذا المتهم الواقف أمامكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ يعني امبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد ولابس الوزن. أصل يا سعادة الدين يعني الإزاز مكسورة يا فندم. الإزاز يا فندم الإزاز مكسور، والأوضة أصلها من هواء. وهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. إيه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام انت مجهول يا استاذ، ركز في القضيه اللي قدامك، اقعد استريح على مساله الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسة. يستحسن برضه يا فندم. متشكرة قوي. مع السلامة. مبروك يا حبيبتي، العمارة نورت بوجودك فيها. ميرسي. انا عنياه جارتي في الشقة اللي تحت دي على طول. اهلا وسهلا، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، انا اول ما سمعت ان الشقة سكنت وان السكان علي الجداد طرت من الفرحة. ميرسي يا ست عنياه، تبين عليكي ست طيبة والله. الله يخليكي. بس يا اختي يكون فعلا انا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكيم انا احب الناس قوي وعمري ما احب التكليف. مفيش في الدنيا احسن من ان الناس تحب بعضها. يخرب بيت وصاحب العمار، عرف ازاي يخلق الشقه دي من الحته الصغيره دي؟ ازمه سكن بقى. ده راجل جشع طماع بعيد عني. الود ده وده يعدلنا كلنا من العماره ويقبرها مفروشة. وفرش ايه زي ما انت شايفه كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حد، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته؟ من يد ما نعدمهاش كمان واحد. ايه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانيه واحد. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكره ايوه حلوه قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركه استثمار كبيره قوي. حاكم بيتكلم بالسبعه تولسون. هايل. بقالنا 12 سنه متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم. لكن الرك برضه على الست، والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده، هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه
والعلاقات العامة. حلوة قوي حكاية الإدارة الداخلية والعلاقات العامة دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في إيدك، تصرفي اللي تصرفيه وتكيني اللي تكينيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم بينقلبوا ويفتروا. ايوه على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. اوعى تكون معطلاكي عن حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس تفكير قوي يا معلم. المعلم على كل عيشه كان يسلط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى، ده ما تتعبش؟ دموا عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله. مليار تاني، انت معانا ولا معانا؟ ايوه ابراهيم، الجلسه الجلسه معانا. سعد الدين قاضي اجل الجلسه لغايه بكره، يظهر خد بالك وراها. طب ابعد عني احسن تعليم. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حتى دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست هنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنياك حين مجارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح. تعالي. تعالي هنا، ما تلبقيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست المنينه لازم تداري على عواطفها شويه، احسن يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول بره؟ طب امشي انا بقى احسن من التعبير. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. حقد الصاحب على الجيران وجيران الجيران. استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو هيعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه. وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله بكلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي. انا فاهمه لعيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي الغدا، احسن حموت من الجوع. احمد حبيبي، انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناية جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها. هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا الله؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك اروح استخدمك الغدا. تعالي هنا.
فاضل كم جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 سعر مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه. اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، هتفي دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبك تحت رجليك. تصور يا حبيبي، العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقولوا ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتعود تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب الراجل الغريب يخطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول المدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. رد كده ليه كده؟ زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك، ان انا من فضلك. طيب. يا ماما تعالي. على مش عارف تنام ولا ابدا. اتفضلي تريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليك يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، ما في كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا احنا هنتعشى بره. ولا ما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته هي اطلع لكم لحد فوق. لا ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السيرك، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاه نروح كلنا ناطين فوق. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصل انا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما يصحش الوزارات تتداخل في امر تعظيم. انتوا مالكوا يا اولاد؟ تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ مش هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا معلم، هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. وطي صوتك يا ماما. وطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول، انا مش ممكن هطلع ده ابدا. اجل 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 ا